ازاي اعالج ملف بتاع قراءة قرآن. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت. احنا بنبني شوية بشوية لغاية ما هنوصل لموضوع الميكس الكامل وبعدين الماستر الكامل. الناس بتستعجل عايزين ادخل على طول في الميكس والماستر، بس انت لازم تعرف شوية حاجات ازاي تتعامل مع تراك الاول، وبعد كده نبتدي نتعامل مع تراك، نبتدي نفهم السوفت وير بيشتغل ازاي، ونفهم شوية تكنيكات كده محتاجها انت عشان تبدأ في الميكس. بعد كده نبدأ نعمل الميكس بتاعنا ونبدأ نخش في مرحلة الماسترنج اللي هو اخراج العمل النهائي. اللي احنا بنعمله دلوقتي على ملف واحد في صديق ليا من اصدقاء القناة بيقرأ القرآن يعني، فطلب مني ان انا اشرح ازاي نعالج ملف صوتي لقراءة القرآن، فانا طلبت منه انه يساعدنا، وهو تكرم مشكور ان هو يبعت الملف ليه الاخ علي، فبعت لي الملف وانا بصراحة يعني سمعت بس جزء منه بسيط، بس ما اعرفش ايه اللي موجود جوه التراك دوت، فهنعمله دلوقتي مع بعض، نعد الملف دوت بحيث ان هو يبقى حاجة مقبولة في السمع، الناس لما تحب تسمعها تقدر تحطها بعد كده على اليوتيوب او تحطها على MP3 والناس تستمع اليها زي اي قراءة قرآن من اللي احنا بنسمعهم من الناس المعروفين واصواتهم جميلة، وبنحب الناس تحب الناس تسمع القرآن منهم يعني. فلو احنا عرفنا ازاي نتعامل مع ملف واحد، نبرز الاماكن الجميلة في المناطق بتاعت الصوت بتاعته، ونحاول نقلل من المناطق اللي ممكن يكون فيها صوت مش حلو، وفي نفس الوقت نخرج العمل النهائي في المستوى بتاع ارتفاع الصوت ومستوى التأثيرات او الفلاتر اللي هي بتتحط علشان تبرز العمل ويبقى له جمال في الاخر يعني. طبعا اللي انا هعمله ده دلوقتي ده رؤيتي، هو في اشياء منها ثابته يعني احنا هنعملها في كل مشاريع هندسه الصوت بتاعتنا، زي مثلا استعمال الايكولايزر، ازاي نستعمل الكومبريسور، الحاجات الاساسيات، ازاي استعمل الريفيرب، ازاي استعمل الايكو، كل ده اساسيات يعني مش هتختلف من سوفت وير للتاني، ومش هتختلف من واحد لواحد الا في المقادير اللي هو بيحطها يعني. المنتج النهائي ده نتاج خبرتي انا ونتاج سمعي انا او رؤيتي انا للصوت ده يطلع منه ايه. ممكن صاحب الصوت نفسه يقولك لا 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 انا عاوز دوت زي الشيخ فلاني اللي مش عارف ازاي وتا، وانا ما كنتش موافق على الرؤية دي فمش هعملها، واخد بالك؟ وممكن واحد يعملها له مثلا وفي الاخر هو ما يشوفش نفسه في دوت. دي رؤيتي انا لهذا العمل هتبقى بالمنظر دوت، وكل واحد ليه الحق ان هو يشوف الرؤية دي سليمة او ان هو ما يفضلهاش، وده اللي بيخلي الناس كتيرة بتسمع لده وتسمع لده وتسمع لده وتسمع لده وتسمع تسجيلات لده وتسمع تسجيلات، لان في اختلاف في الاذواق في الموضوع دوت يعني. نبدأ مع بعض. ده برنامج الـ DAW هو بتاعي دوت، انا عملت قناة صوتية من القنوات بتاعتي. طبعا انت لو استعملت اي برنامج احترافي يعني بنتكلم على برو تولز، كيوبيز، سونار، البرامج ديت يعني ما تجيش تقول لي هعمل فروتي لوبس واعمل بيها مش عارف ايه، ولا برنامج تاني اسمه كذا بيعمل مش عارف ايه وبيعملوا عليه مهرجانات. احنا بنتكلم يا جماعه دلوقتي هندسه صوت بجد بقى، مش بنهزر يعني. تستعمل برنامج مثلا زي لوجيك برو اكس اللي هو جاي مع الابل، او تستعمل برنامج مثلا زي سونار اللي بيبقى للبي سي بس، او تستعمل كيوبيز او ابلتون لايف، او تستعمل كيك ووك اللي احنا عملنا حلقه عنه، في برنامج سوفت وير مجانا. اي برنامج احترافي هيقوم لي بهذا الموضوع. طبعا برو تولز في الموضوع ده برضو البرنامج بتاعه قوي وكويس. فانت لو هتستعمل اي سوفت وير احترافي في الموضوع ده هو اللي هيبقى عليه كل التحكمات اللي احنا دول نتحكمها، بيطلع كواليتي الصوت اللي احنا عاوزينه، مفيش نويز بتطلع كمان من جهاز الكمبيوتر، او بيطلع مثلا الصوت مش الريزوليوشن بتاعه مش عالي. فالبرامج الاحترافية دي برامج بتعمل بيها ملفات صوتية وتسجيلات حقيقية بتتعمل وبتطلع وبنسمعها في الراديو وبنسمعها على السيديهات والMP3، فلازم نبقى عارفين بالظبط الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستعملها ايه. كل البرامج بتاعت الدي اي دبليو هتتشابه انها بتتعامل بتراكات، كل تراك وكل تراك ليه تحكمات، وكل تراك بينزل عليه افكتات او انتم بتسموها فلاتر، بينزل عليه افكتات. فاحنا بس النهارده هنستعمل نوع واحد من السوفت وير من دول، بس بقيه السوفت وير هتلاقي فيه نفس الحاجات بالظبط بقى، لكن باسماء تانية واشكال تانية فقط، واخد بالك؟ انما كل البارامترز او كل الحاجات الاعدادات اللي احنا هنعملها دلوقتي هتلاقيها في كل سوفت وير موجود عندك على استعمالات الكمبيوتر في التسجيل.
فاحنا دلوقتي هنعمل امبورت للملف. نعمل امبورت الملف يعني احنا دلوقتي عملنا قناه فاضيه من قناه الصوت، فانا بالظبط ان انا اعمل الامبورت بتاع الملف اللي انا استلمته على الايميل من صديقي علي، فهو سجل سوره المؤمنون، فانا طبعا ما اعرفش الموبايل اللي هو سجل بيه او حاجه سجل بيها بيديني ملف AMR، فانا اضطريت استعمل برنامج مجاني عندنا برضو احنا بنستعمله اسمه اوداسيتي. برنامج اوداسيتي ده بقدر احمل الملف عليه وانقله من صيغه لاخرى، فانا نقلته من AMR ل WAV اللي هي السوفت وير بتاعي الاحترافي بتاع الاستوديو هيتعامل معايا بيه. فانا حملت الملف اهو دلوقتي، وادي الملف عندي، انا عملت دراج للتراك كده عشان يكبر شويه، فانا اقدر اشوف الموجه الصوتيه بتاعتي، فانا اقدر اشوف الحاجات الصغيره اللي زي ديت اللي هي بين القراءه والقراءه واعرف ان كان فيها نويز ولا لا. فانا هبدا معاكم دلوقتي، مثلا لو انا كبرت كمان شايف الحته الصغيره ديت دي اعتقد انها هتبقى نويز يعني. اعوذ أيوه بالظبط، هو بالله. بلع ريقه بس في الايه في الاول. فانا دلوقتي لما هيبقى عندي تراك ملف صوت زي ده محتاج صبر مني. ليه؟ لان انا الاول لازم افصص الحاجات ديت بان انا اعمل لها كت واشيلها خالص. برضو في حتة صغيرة هنا، وافصل هنا كمان، فتبقى عندي دي اقدر اشيلها. اتحرك دلوقتي بين الموجات واشوف. شايفين النفس دوت؟ طبعا هشيل النفس ده. هعدي على كل حتة فيها النفس دوت بحيث ان انا ايه الملف يبقى فاضي عندي ما فيهوش ضوضاء. تمام كده وخلص التسجيل، بمسح اخر حتة من الضوضاء واشوف كل بقى التسجيل على بعض ده كله. طبعا يفضل ان انا اعمل سيليكت كل التراك دوت واعمل هنا باونسين بليس، يعني بجمعه كله بلحم كل حاجة لوحدها يبقى كله ملف واحد عندي، فالكمبيوتر بيجمع كل الملف الصوتي دوت وهيعمله لي ملف واحد اللي هو تحت ده. طبعا الملف الاصلي دوت انا ممكن ان انا اخفيه، طبعا هو اوريدي دلوقتي لو شفته هتلاقيه معمول له لون رمادي كده، معناه ان هو مش شغال يعني، فبخبيه بس خالص واشوف بقى ايه التراك التاني من الاول خالص. بقى عندي الملف الصوتي لاخونا علي متسجل عليه القرآن، هو صوته الحقيقة حلو. أعوذ بالله من الشيطان يعني احنا شايفين الصوت الرجيم. دلوقتي تقريبا المستوى واحد كله في التسجيل، يعني مفيش مش محتاج نورماليزيشن، يعني هو واضح ان هو متسجل من مكان ما تحركش منه، فواضح انه عنده تكنيك التسجيل كويس. راجل سجل ملف تقريبا لو احنا نشوف العلو بتاع الصوت بتاعي. قل رب إما تريني ما يوعدون من ناقص 12 لناقص 6 ديسيبل، يعني ده ملف على الإخراج على طول، يعني ملف خالص على الإخراج على طول. فبصراحة يعني هو مش ناقصه كتير إن أنا أعدل الصوت دوت يطلع صوت حلو.
ناس تقول لي طب انا عايز اطلع صوتي زي صوت اللي مش عارف مين، صوت المقرئ اللي مش عارف مين، ولا صوت مش عارف. مفيش حاجه اسمها تطلع صوتك زي صوت حد، مفيش حاجه اسمها كده. كل صوت ربنا عامل له بصمه خاصه بيه، كل صوت ليه مميزاته وليه جماله وليه رونقه، حتى لو كان الصوت ناس تظن ان هو مش على ذوقها، او ان هو مفيش حاجه اسمها صوت وحش وصوت حلو، واخد بالك؟ في صوت ينفع وصوت ما ينفعش طبعا في حاجات كتير، ولكن بالمجمل يعني كل صوت ليه منطقته الجماليه. ربنا خلقنا كلنا لينا اصوات مميزه يعني، واخد بالك؟ فما ينفعش انت مش هتبقى زي صوت حد، مفيش حد هيطلع زي صوت حد، ولو طلعت حد قربك منه في الستايل يعني هتبقى مسخ منه. فما تبصش للنقطه ديت، انت بص للمؤثرات اللي محطوطه بحيث انك انت عايز مثلا مؤثرات شبهها، يعني صوتك انت بالمؤثرات ديت. فاحنا دلوقتي هنعدل بس الملف الصوتي دوت، واضح ان هو الصوت كويس وقوي وجميل، ففاضل بس شويه حاجات بسيطه كده نعملها. نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا انا اول حاجه المستوى اللي عندي من مستوى ناقص 12 لناقص 6 ديسيبل، ده تمام كده قوي في المرحله الاخرانيه، يعني هو عدى المرحله الاولانيه بتاعه، حتى كمان تعديل الليفلات. ممكن اعدل الليفلات بحاجه اسمها نورماليزيشن، احنا شرحناها قبل كده في حلقه بتاعه اعداد صوتي بتاع تعليق، فانا مش محتاج ان اعمل له نورماليزيشن. النورماليزيشن بيجيب يخلي اعلى قمه في الصوت كله كل القمم زيها، وبيرفع اللي تحت يخليه اقرب ليه كمان بنفس النسبه، هو كانه بيكبر بس الصوت بتاع الاصوات اللي في النص دي تبقى كانها كلها مع الاصوات العاليه، والصوت اللي بيبقى اقل من الارتفاع بيعليه شويه بنفس النسبه، فبيكأن الموجه كلها بتتكبر بتاعت الصوت. هو كده مش محتاج اكتر من كده علشان نقدر نبرز جمال الصوت ده. ممكن في الاخر نرفعه سنه صغيره واحنا بنعمل الماستر الاخراني او الصوت النهائي. يعني عندنا التراك اللي احنا بنشتغل عليه، وعندنا الماستر. في فرق بين الاثنين. التراك دوت انا بحط عليه تاثيرات صوتيه واحط حاجات، الماستر ده الصوت النهائي اللي هيبقى طالع. في حالتنا دي عشان عندنا تراك واحد، الماستر هو التراك، يعني هتلاقي نفس الليفل في الماستر هو نفس الليفل في التراك لانه تراك واحد. لما هتيجي تعمل مالتي تراك بقى وتسجل كذا حاجه في نفس الوقت، الناس اللي بتسجل مثلا تعليقات صوتيه وموسيقى ومش عارف ايه وبتاع، او الناس اللي بتسجل تراكات موسيقى او عمل موسيقي، انت هتلاحظ ان الماستر الاخراني مختلف عن اي تراك. ليه؟ لان التراكات دي كلها بتجمع مع بعضيها ساعات وتجمع في الاخر عندي في الماستر، فتلاقي حاجات عليت عندي، مع ان تبقى تبص تقول كل التراكات مستواها واطي، اشمعنى الماستر طالع عني عندي بعد الزيرو وطالع عندي في الاحمر؟ فده لان التراكات فيها بعض الفريكوانسيز او بعض الموجات الترددات الصوتيه بتجمع مع بعضيها وبتطلعها لي اقوى على الماستر. فده هناخده بعدين لما نيجي نتحمل في الماستر ونعرف احنا بنماستر على ايه، لاننا بنقلل كل التراكات وبعدين نبتدي نعمل لها ميكس، وبعدين نشوف الماستر النهائي ايه، ونشوف ايه اللي عالي فيه وايه اللي واطي فيه نحاول نظبطه. فده كل ده هيبان عندنا في الماستر النهائي. دلوقتي التراك البسيط دوت احنا هنعمله هو التراك، هو الماستر هو النهائي. فاحنا ممكن نعمل لو عملت الافكتات على التراك هتطلع على الماستر، لو عملت الافكتات على الماستر هتطلع في الماستر النهائي، فيعني مش هتفرق كتير. فنعمل الافكتات بتاعتنا او الفلاتر بتاعتنا على التراك نفسه ونشوف نجرب كده هنعمل بيه ايه. كل قناه من قنوات السوفت وير بتاعتي بتاعت الدي اي دبليو هتلاقي عليها خانه تدخل منها البلجنز، بيسموها البلجنز او الافكتات او التاثيرات او الفلاتر زي ما انتم بتسموها. طبعا كل سوفت وير هتلاقي عنده دايما الافكتات الاساسيه، يعني هتلاقي فيه ايكولايزر وهتلاقي فيه كومبريسور. يعني انا عندي هنا مثلا داينامكس هتلاقي فيها الكومبريسور، وعندك هنا مثلا الايكولايزر هتلاقي مجموعه ايكولايزرات. طبعا كل ما كان السوفت وير اقوى كل ما كان عندك مجموعه اكبر من الفلاتر الكويسه اللي تقدر تستعملها. فناس كمان بعد ما بتشتري لو سوفت وير مثلا ما فيهوش الفلاتر ده بيجيب باكج بتاعه فلاتر شركه ويفز منزله، فوكس رايت بتنزل مع الفوكس رايت الجهاز بتاع الاوديو انترفيس بتنزل مجموعه فلاتر هايله جدا، لوجيك برو اكس نازل معاه الفلاتر بتاعته، فما بتحتاجش حاجات كتيره من بره يعني. فغالبا كل الشركات المحترمه اللي بتنزل دي اي دبليوز بتنزل مع الدي اي دبليو دي البلجنز بتاعتك اللي انت هتحتاجها الاساسيه. مش هتنزلك طبعا اوتو تيون باخر حاجه ان منزلها شركه انتارس مثلا، فدي حاجه انت هتدفع فيها فلوس او هتشتريها من بره من الشركه ديت، لان في فلاتر متخصصه قوي دي ما بتنزلهاش مع الفلاتر الاساسيه اللي بتنزل مع كل سوفت وير. اول حاجه واول خطوه بعد ما اشوف الليفل بتاعي، يعني انا راضي عن الليفل بتاعي من ناقص 12 من ناقص 6 ديسيبل، واضح انه كله تقريبا متساوي. فاول خطوه بعد تشيك الليفلات الايكولايزر. طبعا الايكولايزر بتاعي هنا ده جاي مع السوفت وير بتاعي، حاطينه هنا على خانه مخصوصه لوحدها، يعني انت مش شرط تنزله انت بنفسك، انت بتدوس هنا الزرار ده على طول يطلع لك الايكولايزر بتاعي.
فالايكولايزر بتاعي دوت الاول هحلل الموجة بتاعتي، فاشوف لو انا عملت بلاي للتراك، فنبدأ نسمع الصوت بتاع التراك. أعوذ بالله الايكولايزر من بيحلل لي الشيطان الصوت اللي انا سامعه، الرجيم. فين الترددات بتاعتي العالية شوية. فطبعا بعد التحليل ده انا ممكن اعرف ان انا دلوقتي احرك الموجات ديت بتاعت الترددات ديت بتاعت الايكولايزر، فاعرف التردد بالظبط ايه اللي انا عاوز ابرزه والتردد التاني اللي انا عاوز اقلله. الاشكال اللي فوق ديت طبعا دي استعمالات مختلفة للترددات. مثلا واحد زي ده بعمل له ان انا بتحرك بيه من هنا، لو عملت دوت ده معناه ان انا بقطع ترددات، يعني الشكل اللي فوق دوت، واخد بالك الشكل الناحيه اللي هنا ده بقطع ترددات من الناحيه الثانيه اللي هنا دوت. مثلا الشكل اللي في النص دوت بعلى بالتردد مثلا انا عاوزه بشكل موجه مثلا كده. فاللي بيحصل ان انا بختار البند اللي انا عاوزه اتحرك فيه، فابتدي اشتغل معاه دلوقتي على ان نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي احسن السيئة ابتدي نحن نتحرك، اعلم نرفع البند بما ابتدي نتحرك ونشوف. يصفون، وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب أي يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى اعتقد لقينا هنا إذا موجة جاء كده، أحدهم. فممكن الحتة دي فعلا نحاول نقللها شوية. نسمع تاني مش كتير يعني. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما انا شايف بعض ترك، النويز برضو هنا ممكن لعلي نقطعها. أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انا راضي كده. أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فهموا بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت. تمام، أنا كده مبسوط بالليفل بتاع الإيكولايزر، ما احتاجش تعديل كتير لأن التسجيل كان معقول، فأنا ما احتاجتش إن أنا أعدل تعديلات كتير. بالنسبة لقراءة القرآن بالذات، قراءة القرآن يا جماعة، أنت المستمع بتاع القراءة دوت مطلوب منه حاجتين. أولا يسمع كل مخارج ألفاظك واضحة،
واضحة وقاطعة عشان اللي بيسمع يعرف المعنى بالظبط اللي مطلوب منه ايه بحدة وبدقة. تاني حاجة، اللي بيتعلم القراءة يتعلم منك، فما يطلعش مخرج حرف غلط وما ياكلش حروف وحاجات كده. فانت محتاج مخارج الألفاظ بتاعتك تبقى واضحة وقاطعة. محتاج اللي يسمع القرآن يخشع، يعني يسمع الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى ورسالة إلى البشر. ده يعني غير كلام غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، أن الله يكلم البشر من خلال كتابه الكريم. ده كلام ده موجه ليك وليا ولكل الناس. فالله عندما يتكلم موجها كلامه إلينا، لازم يبقى الكلام نفسه مقروء بخشوع ويؤدي إلى خشوع المستمع، ويسمع ويعي ويحصل عنده انتباه لما سيتلقاه. هذا مش كلام البشر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى إلى البشر منزل على رسوله. فلازم وانت بتعالج الصوت بتاع القرآن بالذات، لازم تكون واعي للغرض من القرآن الكريم وقراءته. طيب، احط بقى صدى واعمل مش عارف ايه، واعمل رنين كأن واحد بيتكلم مثلا في مغارة وبتاع مش عارف ايه. طبعا الكلام ده مش صحيح. انا بسمع دلوقتي قراء بيحطين قراءاتهم على اليوتيوب، ومش قادر استحمل اسمع اكتر من 5 دقايق من كتر الصدى والبتاع. يعني اللي عمله فيا من ان انا يعني ما بقتش عاوز اسمع الملف اللي هو حاطه دوت. فده ادى الى نتيجة عكسية، واخد بالك؟ مفيش صوت فيه صدى الاذن بترتاح لي. يعني انت لما تلاقي ترددات كتير 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 ودخلت كلها في بعضيها، الودن ما بترتاحش في سماعها، وبعد فتره بسيطه جدا تلاقي ودن اجهدت جدا، الودن اجهدت جدا، واما تطفيه تقول طفينا الحمد لله اللي كان عامل الضوضاء ده. فخلي بالك وانت بتحط الايكو وانت بتحط الريفيرب بالذات، هي مش جمال فيها ولا حاجه، هو صوت اعجوبه. يعني انت بتعمل صوت صناعي اعجوبه، ولكن مش معنى كده انه هيبقى مفضل عند المستمع انك يقدر يستمع اليه وقت طويل. لو تلاحظ اغلب قراءات القران الكريم اللي هتسمعها في الاذاعات واللي هتسمعها باصوات كبار المقرئين زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد رفعت، هتلاقي تقريبا مفيش ريفيرب خالص. يعني الصوت متسجل كأنه واحد مسجله في أوضة قاعد معاك انت بتسمع له هو، بس هو قاعد بيكلمك انت، لأن فعلا القرآن رسالة لكل البشر ورسالة ليك انت، مخصوص ليك انت. فالناس دي فهمت يعني ايه تعمل هندسة صوت لقرآن كريم، ويخليك تحس انك انت مش محتاج تسمع اي حاجة تانية معاه، انت خلاص مركز معاه تماما مع قراءات القرآن الكريم اللي متسجلة بأصوات كبار القراء والمشايخ. دي القراءات المشهورة ليهم. في قراءات مشهورة ليهم طبعا بتبقى في أماكن عامة، وساعات بتبقى محطوط ليها شوية صدى مثلا يضفي جمال عليها، ولكن مش بالطريقة اللي احنا بنسمعها دلوقتي، اللي خليك تلاقي الحروف دخلت في بعضيها والجمل دخلت في بعضيها، انت مش عارف انت بتسمع ايه، واخد بالك؟ ده مش مريح خالص للمستمع. فخلي بالك وانت بتعمل بالذات القراءات بتاعة القرآن الكريم والأناشيد، خلي بالك وانت بتعمل الموضوع دوت ما تتقلش في البهارات عشان تبوظ الطبخة كلها. بالنسبة لصوت عالي، انا شايف ان صوت عالي حلو كده جميل، فانا بفضل ان اعمل مرحلتين في الريفيرب. بحط مرحلة ريفيرب في الاول اللي هي بتبقى كل الصوت، كأن الصوت بيرن على لوح معدني بيسموه بليت. بحب البليت ده لانه بيطفي على الصوت بعد ثالث، بس بيديله بعد ثالث بدون ترددات. ده اول واحد، فانا هحط البليت دلوقتي. تاني ليفل بقى ان انا احط الريفيرب يدي لك الاحساس بالمكان، مش هخليه قاعد في مغاره مثلا ولا قاعد في بير وبيكلمنا منه واحنا عمالين نسمع القراءه بتاعت القران دي من بير مثلا، لا طبعا. انا هعمل الفراغ بحيث افصله على قراءه القران، بحيث الاوقات اللي بتبقى بين الكلام وبعضه هي اللي بيظهر فيه الريفيرب ده. وده انا هعمله دلوقتي بحاجه اسمها سايد تشين. هنعمل بالسايد تشين ده دلوقتي ونشوف السايد تشين دي لما نركبها على التراك نعمل بيها ايه يعني. فهضيف اول حاجه ريفيرب عادي جدا بليت، فندور على ريفيرب، ده كروماتيك ريفيرب هير، وفي انفيرب وفي سبيس ديزاينر. انا بحب السبيس ديزاينر طبعا، هو فيه ديفولتس كتيره يعني، فانا هحاول اختار اقرب حاجه لبليت. هي ميديوم سبيس بليت ريفيرب اقل حاجه ممكنه. نسمع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. نشوف قبل وبعد. ده وإنا قبل. على أن نريك ما قبل. نعدهم بعد. لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. خلي بالك في حاجة، أنا هشغل دلوقتي التراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف ظهر عندنا دلوقتي في أول كلمة ناقص 1.6، بعد ما كنا بندخل من ناقص 12 لناقص 6 ابتدى يعلى الليفل شوية معايا، لأن أنا بحط قل التأثيرات ربي الصوتية ديت إما بتعلي، يعني شوف ناقص 4.7، يعني ابتدت التأثيرات الصوتية اللي أنا بحطها دي تعليلي الليفل بتاع التراك شوية، فلازم أخلي بالي من النقطة ديت إن أنا أظبط في الآخر الليفل بتاع التراك بعد ما أخلص، علشان ما يعديش الصفر ويبقى عندي ديستورشن، او لما اقلبه ديجيتال يعمل لي ديستورشن. فده البليت انا راضي عنه من غير يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. مع ريفيرب. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. تمام كده. احنا ممكن بعد كده قدامي طريقتين ان انا اضيف بيها مثلا نوع من التحسين على الصوت بريفيرب تاني، اللي هو هيديني العمق بتاع الفراغ اللي هو قاعد فيه ده، بيدي يعني احساس لطيف شوية. مش هعمله طبعا ريفيرب قاسي بحيث ان ايه يشوش على القراءة بتاعة القرآن ده، فلازم اكون عندي حكمة في الموضوع دوت. ف نسمع الاول بالظبط ايه المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز بقى اضيف محسن بس على الصوت كده يخلي لي الصوت اجمل شويه، فانا ممكن اضيف مش ريفيرب بقى، انا ممكن اضيف ايكو. فانا هشوف الايكو اللي عندي بيسموه ديلي، ممكن اضيف حاجه عندي اسمها تيب ديلي، ده مشهور جدا في الاستوديوهات زمان، كانوا بيعملوا الديلي بان هم يسجلوا الاصل ويسجلوا شريط تاني عليه الاصل برضه ويعملوه بصوت اوطى شويه، فيعمل الديلي اللي احنا بنقول عليه التاخير دوت، هو التاثير العمق دوت. هنضيف الديلي، نسمع مع بعض. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ممكن اعمل الموضوع دوت كده، بس لو تلاحظ معايا في صوت اثناء ما هو بيقول الكلام، يعني في صوت اثناء ما هو بيقول الحروف نفسها الديلي شغال معايا، فبيعمل لي مشكلة لو انا زودته شوية عن الحد. طب اسمعوا كده مع بعض. نحن أعلم بما يصفون. انا هزود شوية بحيث وقل تعرف لو رب زاد شوية هيحصل ايه. أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ممكن اخفه شوية وهديني في الاخر تأثير جميل مفيش اي مشاكل خالص زي ما احنا سمعناه لو انا عملته بالقدر المطلوب. انا عملته هنا مثلا 21% ويت و100% دراي، يعني الصوت كامل دراي اللي هو الجاف يعني، و20% بس زيادة عليه من اللي هي الايكو. يعني نسمع كده. إذا جاء أحدهم الموت. ممكن كمان اخف التايم بتاعه، يعني الوقت بتاع الديلي بتاعه خليه اقل شويه، يعني ممكن اعمله مثلا هنا ما بين السيمي كويفرز والكويفرز. نسمع كده.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال فأنا ممكن أزود بقى شوية كمان. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فممكن أزوده كمان شوية. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لو انا هحط التأثير على التراك بتاعي، على التراك بتاعي خلاص احط ديلي بلاش ريفيرب، لان الريفيرب بيبعد المصدر بتاع الصوت، يعني الريفيرب بيخليك حاسس ان المصدر بعيد عنك، فبلاش الريفيرب. وكمان الريفيرب لو دخل هتضطر تعلي سنة صغيرة، فهتبتدي انك انت تخش بقى في ان الكلام بيدخل في بعضه. الديلي برضو لو زودت عن اللزوم الكلام هيدخل في بعضه، فحاول تقلل الزمن شوية وتعلي شوية الديلي بحيث انه يبقى في منطقة انك انت تحس ان الكلام واضح، بس في نفس الوقت في ديل للكلام بعد ما بيسكت، يعني ما بيسكت بتلاقي الرنين بتاع صوته، فده اللي بيدي الايحاء بجمال يعني الصوت ده. ممكن اعمل حل تاني بس ده للمتقدمين شوية بقى، اللي هم الناس اللي هي هتبقى بتعمل شوية هندسة صوت، فحاول تفهم معايا انا هعمل ايه دلوقتي. في حاجة في الميكسرات كلها، كل الميكسرات او كل الدي اي دبليو بيسموها باص، بي يو اس او اكزيلري او اي يو اكس. الباص ده عبارة عن خانة من خانات الميكسر، ماشي؟ الخانة دي ما عليهاش حاجة هي نفسها، ما عليهاش حاجة هي نفسها، مش مسجل عليها حاجة على التراك ده، بس حاطط عليه تأثيرات معينة. وببعت من تراك تاني سند، حاجة اسمها سند، ابعت يعني للتراك ده يعدي على الافكتات ويطلع بره على الميكس بتاعي النهائي. فده معناه ان هي قناة فاضية، بس انا بوجه قناة تانية تدخل ليها وتطلع معاها الافكتات اللي موجودة ديت وتطلع بيها في الاخر مع الماستر في الاخر. ممكن اعمل حيلة كمان على الحتة ديت اللي هو ايه، التراك الفاضي ده معلوش اي حاجة خالص، ممكن اركب عليه كومبريسور، اركب عليه كومبريسور. الكومبريسور ده بركب عليه كمان ديلي، يعني احط ديلي واحط عليه كومبريسور، يعني الديلي الاول وبعدين عليه كومبريسور، او ريفيرب وعليه كومبريسور، واربط مدخل الكومبريسور بتاعي بالتراك الرئيسي بتاعي بتاع الصوت، بالتراك الصوت الرئيسي. ازاي؟ اول ما يلاقي صوت المقرئ عالي، واخد بالك، يروح الديلي شغال، ما احنا دخلت خلاص الديلي عليه، على يعني عملت روت للقناه ديت انها تدخل على قناه الافكتات ديت، فتدخل قناه الافكتات ديت تروح اول حاجه مقابلها الديلي او الريفيرب، بتروح مهيصه الدنيا، تروح عاملاها عالي، انا حاطط ديلي شويه زياده، بس اروح عامل الكمبريسور مربوط بالخانه الرئيسيه بالتراك الرئيسي. اول ما يعلى صوت الريفيرب، واخد بالك معايا هنا، يروح الكمبريسور شغال، يقسم الديلي ده خالص، فيوطي صوت الديلي خالص طول ما القارئ شغال، يعني طول ما القارئ شغال تلاقي الديلي يروح نازل، اول ما القارئ يسكت يروح الديلي طالع، واخد بالك؟ فتلاقي اثناء ما القارئ بيقرأ الصوت واضح جدا، مفيش تداخلات كتيرة في الاصوات، في سنة بس مش كتيرة، واول ما بيسكت بتلاقي ديل للديلي دوت. دي حيلة من الحيل هنعملها دلوقتي مع بعض. حيلة تانية ان انا بعمل الديلي على تراك تاني خالص، بروح عامل كوبي من التراك دوت واروح عامل له ديلي بالكامل، هو ده ديلي بس ما فيهوش ويت خالص، ما فيهوش دراي، اسف، ويت خالص، كله ويت. واجي اروح بحاجه بيسموها الاوتوميشن. الاوتوميشن ده معناه الزرار بتاعي يعلى ويوطى اوتوماتيك، فاجي اثناء ما المقرئ بيقرا اروح موطي صوت الديلي، ووقت ما يخلص على طول اروح معليه سنه، واول ما يبدا تاني يقرا اروح منزله، واول ما يعلى تاني اروح معليه، اروح عامل الموضوع ده على الاوتوميشن، فاوتوماتيك بعد كده بعد ما اجي من بلاي للتراك نفسه اوتوماتيك يروح موطي ومعلي
الصوت بتاع الريفيرب يعني. طبعا دي حيلة مانيوال يعني بإيدي، أنا هعمل كل داخلة وكل خارجة للديلي دوت يعلى ويوطى زي ما أنا عايز عشان يخلي الصوت واضح بتاع المقرئ زي ما قلنا، لأن الهدف الأساسي بتاعنا إن الناس توصل لها الصوت واضح ومخارج الألفاظ دقيقة. طبعا النقطة ديت هتاخد منك وقت طويل، وبالذات لو كان التراك طويل وعليه صورة طويلة مثلا، فطبعا انت هتضيع وقت طويل جدا تعمل الاوتوميشن الطالع والنازل ده. الحيلة بقى التانية اللي هي بتاعت السايد تشين، فحيلة السايد تشين دي هتوفر لك كل الوقت بتاع الاوتوميشن الطالع والنازل ده. تعالوا نعملها مع بعض. انا هلغي دلوقتي، اقفل الديلي الاولاني اللي انا كنت عملته دوت علشان ما يعاكسناش، احنا خلينا اللي هو بس الريفيرب الاولاني اللي هو عمل الصوت بس أعوذ محسن بالله شوية. من الشيطان الرجيم. تمام كده؟ طيب اخش على الميكسر بتاعي، بظهر عندي الميكسر بتاعي، بخلي الميكسر بتاعي ظاهر زي ما احنا شايفين كده، فانا شايف القناة بتاعتي اللي هي بتاعت الاوديو ديت نسمع تمام، وهي طالعة عندي في ادفع الاستيريو اوت، فانا عندي بالتي دلوقتي هي أحسن الاوديو والاستيريو اوت السيئة. بتاعي تمام كده. نحن لو انا جيت على السندز ودوست على باص ديت، هروح مطلع لي حاجة اسمها قائمة بالباص بتاعي، الليستة بتاعتي، السوفت وير بتاع الاوتوماتيك دوت. لو انا دوست على باص 1 دلوقتي نشوف هيحصل ايه. هيروح عامل لي قناة لوحدها اسمها اوكسيلري 1، بيطلع عليها الباص بتاعي ده، فانا اي تأثيرات هحطها هنا هتطلع معايا في الماستر. فنسمع كده الاول بدون اي حاجة، نحن أعلم بما انا مش شايف عندي هنا اي يصفون، حاجة هنا خالص طالعة. وقل ربي شوف بقى كل ما أعوذ انا بك اضيف من همزات اعلي الباص بتاعي، شوف كل ما اعليه من هنا الزرار الشياطين. دوت على القناة نفسها يروح باعت ربي أي للباص بتاعي هنا تمام كده. فانا كل ما هي مطفية كده مفيش حاجة بتتباعت للباص، كل ما علي هنا ده معناه ان انا ببعت الرسالة الصوتية ديت للباص دوت، ياخد الافكتات بتاعتها ويطلع على الماستر. طيب هحط انا ايه بقى على الباص دوت؟ هحط الريفيرب بتاعي، انا مش خايف بقى دلوقتي، هحط ريفيرب واعمل كمان ريفيرب هول صغيرة كمان. هحط الريفيرب بتاعي واختار الريفيرب بتاعي هول ميديوم سبيس، نخش مثلا هنا هول برايت هول مثلا، واخد بالك انا عامل الويت بتاعي مثلا نخليه 100% يعني كل الويت بتاعي طالع 0 ديسيبل عليا يعني. طيب نسمع بقى لما هفتح الباص دوت معايا دلوقتي، انا هشغل التراك. فإذا جاء أحدهم شوف الصوت بعد معايا ازاي لما ضفت الريفيرب، كأني بالظبط ضفته على الشانل. بس انا هعمل الحيلة دلوقتي عندي في الموضوع ده لما اجي اعمل الكمبريسور بتاعي، ونشوف الكمبريسور هيشتغل امتى عشان يطلع لي الصوت على الباص دوت. هضيف هنا كومبريسور تمام كده. نشوف بقى هنعمل السايد تشين منين. شايف اي كومبريسور عندي هتلاقيه هنا، هتلاقي السايد تشين ديت موجودة عندي في اي سوفت وير هتستعمله، في اي باكج هتعمله، في اي كومبريسور هتلاقي السايد تشين ديت موجودة. ده معناه ان انا هربط، بس بيسموه هربط ربطة جانبية عن الميكسر يعني. طيب نعمل الكلام ده، هختار الانبوت بتاعي يبقى الاوديو بيب 1 اللي هو اللي انا موجود عندي عليه التراك اللي انا اسمه عندي اوديو 1 بي اي بي 1، فهو دوت المدخل بتاعي يعني كل ما ده يدخل عندي الكمبريسور يشتغل. نسمع كده مع بعض، هطفي الديلي دلوقتي. شايف كل ما يدخل عندي يعلى الكمبريسور، وكل ما يسكت هينزل لزيرو كده. ده معناه ان اول ما يطلع الصوت من القناة بتاعت المقرئ الكمبريسور هيشتغل فيمنع صوت الريفيرب اللي موجود من على القناة ديت، وقت ما المقرئ يسكت الكمبريسور هيسكت ويخلي صوت الريفيرب يطلع يعني. طيب انا هعمل دلوقتي اشغل الليمتر عشان ما يعمليش كليب، وهزود الكمبريشن اخليه مثلا 3
مثلا، وهشغل السبيس بعد كده معايا اللي هو ايه الريفيرب معايا. نسمع كده. أعمل صالحا فيما ترك، لعلي أعمل صالحا فيما واعمل التاك سريع. تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ممكن اغير الريفيرب ده بان انا احط تيب ديلي تاني، يعني اعمل تاني نوع تاني من الديلي، وممكن حتى اغير نوع الديلي نفسه، اجيب ديلي تاني. نشوف مثلا نعمل ديلي ديزاينر. ماشي، نشوف مثلا نختار نجرب ده. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فأنا كده وصلت فعلا لمرحلة إنه بينقص لي 10 ديسيبل لما المقرئ يقرا من صوت الريفيرب دوت، ويرجعه تاني لما المقرئ يسكت، وهو ده اللي أنا طلبت أعمله يعني. نشوف الاوتبوت بتاعي. أخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ودي كانت طريقة عمل أي تأثير بحاجة اسمها السايد تشين. بخلي الكمبريسور يشتغل في الأول، الكمبريسور ياخد الصوت من صوت القناة الرئيسية، وبعد كده على نفس الباص دوت يتحكم هو يطلع منه كتير وما يطلعش منه كتير زي ما احنا قلنا كده. فدي كانت محاولة مننا نعالج صوت بتاع قراءة قرآن بأفضل طريقة نظن إنها هي ديت هتؤدي إلى قوة الصوت ووضوحه وفي نفس الوقت جماله وعدم تنفير المستمع. بس احنا زي ما قلنا قبل كل شيء لازم الصوت اساسا يكون بيقرأ يكون صوت جميل اساسا وعذب في القراءة بحيث ان احنا يسهل عملنا. تاني حاجة التسجيل. طبعا التسجيل اللي انا اشتغلت عليه ده متسجل بطريقة مش محترفة، يعني متسجل بالتليفون على ما اظن يعني. فالافضل طبعا ان انا هستعمل مايك احترافي. المايك دوت بسجل عليه باوديو انترفيس وتراك متسجل على كمبيوتر. 80% من جمال وقوة الميكس اللي هتعمله بعد كده بيجي من اساسا من مصدر الصوت. تخيل مصدر الصوت بس لو كان مظبوط ونقي وفي الليفل بتاعي من الناقص 12 لناقص 18 مثلا الماكسيمم بتاع العلو بتاعي، تخيل ان دوت عليه 80% من نجاح الميكس بتاعك في النهاية او نجاح الملف النهائي بتاعك في النهاية. اتمنى تكونوا استفدتوا. ابعتولي الاسئلة اللي انتوا عاوزين تسألوا عليها وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية.